مساكم الله بالخير. من زمان ما طلعت أحذري عليكم وأبثركم لأني منشغل اليومين الماضيات. اليوم ما بسأل رعد سؤال، ايش رأيك رعد باللي يجيك يطلبك سلف، سلفه ولا ما سلفه؟ والله مع التجربة صراحة لا تسلف حد، لا تسلف أحد حتى لو واحد تحبه. إذا تحبه لا تسلفه أصلا عشان ما تزعل منه. طيب ايش سالفة يا رعد، الناس ما تعطي الناس حقوقها، ايش سالفة يا أخوي؟ والله صراحة شيء رعد متضايق اليوم، متضايق يقول لي مسلف واحد يحبه فلوس وما أدري إيه سحب عليه، ما صار يرد، يقول كنت احبه ابغى اجلس معه صار ما عاد يعطيني وجه. طيب يا اخوي خل الفلوس بالعافيه بس خل الصداقه تبقى. عجيب امر السلف هذا يا رعد صراحه، اتفق معك يا رعد. يا اخي سبحان الله على طاري الفلوس، حتى الشركات الكبار، انا شغال مع شركات كبيره السعوديه يا اخي، بعضهم عجيب امره، يعني الدوله تعطيك فلوس، يعني ما اقول الدوله تاخر وما تعطيك، لا الدوله تعطيك. طيب انا تحوسني ليش ما تعطيني فلوسي؟ ارفع فاتورتي اقعد استناك 6 شهور، وبعد 6 شهور تقول لي ايش رايك اقصدها عليك؟ هذه قله ادب يا اخي، والله قله ادب. حق الناس يا اخي، الواحد اعطى حقه يا اخي لك، بعدين اذا عندك فلوس يا اخي اعطى فك نفسك. فعليا يعني انا فعليا انا رياض الزهراني الان شغال مع كذا شركه، شركات كبار مشاريع كبيره، قسم بالله في شركه لها الحين 9 شهور ما اعطوني ريال، قاعدين معطيني حركه النوم، والثاني اليوم يقول لي بقصدها لك 6 شهور قدام. طيب هذه اشياء متاخرات، شركه ثانيه قد اشتغلت معاهم قبل 2 سنين رحت شاكيتهم، ولي شركه اشتغلت معاها قبل كورونا يمكن 4 سنوات، اشتغلت معاهم 2 سنين في مشروع جيزان. يا جماعة الخير اعطونا فلوسنا، طيب وبنعطيك، انتم شركة محترمين وانتم ناس مؤدبين وطيبين، بعدين قعدت 2 سنين ما اعطوني فلوس. طيب يا جماعة الخير اعطونا فلوس، انا حاسوني وحسته، واخر شيء رحت اشتكيت، ولما رحت اشتكيتهم جو قالوا خلاص بنصلح يا ابو زهرة، طيب نصلح هات فلوسي، قال بنقصدها. طيب بقصدها 11 شهر، فكرت فيها كم المحكمة وقرمشة، تقعد السالفة 6 شهور في المحكمة، قد جاني نص فلوسي ما بيبقى إلا 5 شهور. يلا يا رجال توكلنا على الله، خلني أخذ 5 شهور كاش الحين ولا أقعد أستنى 6 شهور. الشركات ذي الغير مؤدبة غير محترمة صراحة، خاف والله أول شيء أعطوا الناس حقوقها، ما في شيء. لازم يصير في نظام عندنا في السعودية يلعن جد هالشركات. صراحة يا أخي يقعد يماطلك يماطلك، طيب فلوسي أنا ايش سوي فيك، مين يعوضني؟ قد تعرفت على واحد شايب الله يذكره بالخير، قال لي يا ولدي إذا أخذت مشروع وانت كسبان فيه وما أعطوك فلوسك في حق في وقتها ترك خسران. فزهرة كذا بصير خسران في أشياء كثير، نرجو من الشركات الحلوة المحترمة تعطي الناس حقوقها، اسماء كبيرة والله، اسماء كبيرة جداً.